خدامين فعلا، خدامين في السياحه مزيان. دابا جات الجائحه ضربت كاع العالم ماشي غير حنايا، ولكن تفاجأنا بواحد القضيه، هي كنا خدامين، جات السلطات المحليه قال لك اودي حيدو غنعوضوكم بالكيوسك، يعني الاكشاك. ملي مشينا لعندهم بداك القضيه أو ما كاين والو. دابا تنطلبوا من المسؤولين باش يفتحوا التحقيق في داك القضيه، واش كاين شي حاجه ولا غير تيكذبوا علينا. خص المواطن دابا ديال هذه المنطقه، الناس شرفاء كرماء ماشي شي ناس ديال اللعب، وعندهم تاريخ الحمد لله، عندهم تاريخ. وفي هاد كوفيد ما استفدناش تفدا كألف درهم، نظرا لكنوبس، هذاك كلوبس ديال التغطيه الصحيه ديال الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان ديال السبعينات. المشكل ديال البنيه التحتيه، يلا هاد اليامات تخلطوا يلا. وذكرتيني بواحد القضيه، لانه المراحل كان قال لك غيكونوا تقريبا هذه 15 سنه يقولوا غيكونوا مراحيض، غيكونوا ومراحيض ما كاينينش. وتا جوج لوطيلات راه تسدوا هنايا، وعلاش تسدوا؟ كان واحد حجره كارثه طبيعيه طاحت على هذا على داك الشيء، هذاك كارثه طبيعيه، وتسدوا داك اللوطيلات، حتى هي نقزات في الاقتصاد ديال نقزات في الاقتصاد ديال المنطقه. وتا هاد القدرون اللي داروا كان قدرون ما يكونش في هاد المنطقه، لانه الجبولة تذكر في القرآن، تذكر في القرآن وجعلنا الجبال أوتادا. كاينين الناس اللي ما عارفين هاد الشيء، وخص هاد الشيء الناس خصو يجي ويشوفوا هاد. وقضية ديال الإسكالاد راه كاينين، كاين سميتو الرياضية، الرياضية ديال تسلق الجبال في هذه المنطقة. تنطلبوا من وزارة السياحة باش دير واحد مدرسة في المنطقة، في هذه المنطقة التنغير، تكون فيه، لأنه عندنا الناس هنايا تيديروا الإسكالاد، تيطلعوا هاد الجبولة تيديروا الإسكالاد، وعندهم واحد الكتاب ما معروفش على الصعيد الوطني، وتا وزير السياحة ما عرفوش تيقول ليه الطوبو، فيه الطرقان في ذاك الطوبو، وتيتباع 3000 درهم باش يتبع داك الطوبو. وتطلبوا من وزارة السياحة، تنحملوهم المسؤولية، لأنه ما عمرهم جايين باش يزوروا هاد المنطقة، ومنطقة معروفة عالميا، المغاربة يلا عرفوا هاد المنطقة. في 92 حرضية الخليج داروا شوية الإشهار في القناة الأولى، وشوية داك كازاويين والرباط تيجيو، من داك الساعة تعرفات. إما السياحة الخارجية عرفوها تقريبا من الستينات، تقريبا ملي خرجت الاستعمار تعرف هذه المنطقه. الماء الحمد لله ما عمرو تنقص الماء، واخا كاين جفاف تيكون شويه النقص، ولكن الماء تيكون ديما هكا. ولكن المشكل ديال التلوث كاين تلوث، لانه السياحه اللي تيجيو تيرميو القراعي للواد وداك الشيء، وتنطلبوا من النفايات، وتنطلبوا من الجماعه حتى هي تقوم بالواجب ديالها، دير داك السطوله ديال النفايه ديال لابوفيل في المنطقه، لانه بعض المرات تيجي سائح ما تيلقاش فين يحط النفايات، تيجي تيلوح فين غيديرها، تيديرها في ميكا، والكلاب عزكم الله في الليل تيجيو تيفتحوا داك الميكات ويمشي للواد. ما كاينش لا عيش لا والو، ما عندنا لا كسيبه لا فلاحه، عندنا غير داك السياحه اللي عندنا في المنطقه. خططنا السياحة، كاينين ولاد السياحة اللي تيسعوا عندنا في البلاد، كاينين الناس السياحة اللي تيسعوا عندنا في البلاد، هذا هو المشكل اللي عندنا. ودابا إن شاء الله تنطلبوا باش يكون المغرب جديد، وتكون منطقة جديدة، والمسؤولين جداد في المنطقة ديالنا، وتنطلبوا من المسؤولين باش يردوا داك الشيء اللي حيدوه لهاد المواطنين في المنطقة ديال لي غورج. راه تنعانيو، سيدنا تيعاون الفقراء، هادو تيحيدوا الفقراء، وتيكذبوا بالحوض المائي، الحوض المائي كل شيء منطقة ديال تدغى العليا وصل الحوض المائي في البناء، ما يكذبوش علينا، لأنه قال لك راه وصلتوا الحوض المائي، الحوض المائي لوطيل بنا على الحوض المائي، ما يكذبوش علينا بداك الكلام. حنا ولاد المغاربة، حنا مناضلين، تندافعوا
على ارضنا وعلى ملكنا وعلى الشرفاء اللي بغا الدوله ديالنا. هادوك اللوبيين غنحاربهم باي طريقه. السياحه الداخليه بعض المرات تيكون شي شويه في هذه الجائحه جات شي شويه، ولكن السياحه الداخليه تيجيو في لي جروب ما تنستافدو فيهم والو، تيجيو في الكار اش غتستافد فيه. السياحه الخارجيه هذا هو المعنى ديال السياحه الخارجيه والسياحه الداخليه. السياحه الخارجيه بعض المرات تيجيو مثلا اربعه الناس تيشدو ان اوفيرج ولا ان اوتيل وتيديروا لا غوندلي في لا مونتاني، تاكل فيهم الخبز، تاكل فيهم هذا الخبز. ما السياحه الداخليه تتجيو بالجروب تيديروا لا فيزيت تصاور تيرجعوا ينعسوا في اللوطيل مجموعين، يعني ما تستفد فيهم والو. هذا هو المشكل. شكون اللي اكتشف المنطقه ديالنا؟ عندنا واحد البلاصه هنايا ديال الرحاله تيديروا لا غوندولي ديال كاترور ديال ربع سوايع. شكون اللي اكتشفها في الاول؟ اكتشفوها لي فوكيد مرشدين بلا رخصه، تيخافوا من جدرميه وتيديروا للسواح وشويه داك تشهرات داك المنطقه. يعني حتى هاد المرشدين اللي ما عندهم رخص ساهموا بتوسيع شبكه سياحيه، وداك السياحه تيستافدوا فيهم داك الرحال تمشي وتشربوا حتى تحيد 100 درهم ولا 200 درهم. يعني كاين الاستفاده، كاين الرواج، هذاك هو الرواج.